بقعة مباركة كانت موضع لعبادة ثلاثة من الأئمة المعصومين، ونقل عنها الكثير من القصص. الكثير من القصص والخرافات أحيكت حول هذا المكان ما أنزل الله بها من سلطان. أكيد عرفت المكان. سر من رأى أو سامراء. قبل أكثر من 1190 سنة كان هذا المكان بيت للإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري عليهما السلام، بعد أن جاء الحكام العباسيين بالإمامين وفرضوا عليهم إقامة جبرية في هذا المكان حتى يبعدوهم عن المسلمين. هذا المكان يسمى بالعسكر وصار لقبهم العسكريين. ومثل أي بيت بالعراق هناك سرداب، وعادة العراقيين بيوتهم كان فيها سراديب تحميهم من حرارة الصيف. هذا المكان تشرف في أن يكون موضع لعبادة ثلاثة من الأئمة المعصومين، الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هنا سرداب الغيبة. أو قصة هذا السرداب الغريبة وحتى تسميته بالغيبة تبدأ من الإمام المهدي عليه السلام، حيث ذكر في بعض المصادر أن الحاكم العباسي قرر مداهمة بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام حتى يقبض على الإمام المهدي لما شاع بين الناس من وجود ابن غائب له، فبعث بعسكرة لمداهمة الدار، ولما دخلوا إلى الدار سمعوا صوت شخص من السرداب يتلو القرآن، فوقفوا عند باب السرداب ينتظرون أمر القائد، فخرج شخص ولم يره القائد فكانت معجزة، فلما أخبر الجنود بأن رجل خرج من داخل السرداب تفاجأ القائد وسألهم لماذا لم تقبضوا عليه، قالوا ظننا أنك رأيته ولم تأمرنا. ومن ذاك الوقت شاعت قصة هذا السرداب بين الناس، وهنا قصة أخرى في بعض المصادر على أن الجنود رأوا رجل يصلي على الماء وكانت معجزة، والحاكم أمرهم بكتمان هذا السر حتى ما تشيع عظمة هذا الرجل بين الناس أكثر، ولكن ما عندنا شيء قطعي. الشيء القطعي على أنه هذا المكان كان لتعبد ثلاثة من الأئمة. هناك خرافات وأساطير كتبت وأحيكت حول هذا السرداب وليس لها أساس من الصحة إطلاقاً. يقال بأن المهدي عليه السلام غاف في هذا السرداب وهو يسكن في هذا السرداب ويظهر من هذا السرداب، وبالحقيقة أي الشيعة لا يعتقدون بهذا الشيء مطلقاً. بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام فهو يجوب العالم وظهوره من بيت الله الحرام. تم تجديد بناء السرداب على مر الزمان، وكانت بداية إعماره بأمر الحاكم الناصر لدين الله أحمد، وكذلك تم تجديد بناءه مع ضريح الأئمة على يد أحمد خان الدنبلي. وفي العصر الحديث وخاصة بعد فاجعة تفجير مرقد الإمامين الطاهرين تم تجديده وإعماره ليصل إلى هذه الحلة الجميلة. ليس كل ما يعرف يقال، البحث والدليل أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة. سرداب الإمام المهدي عليه السلام مكان لتبرك الناس على محبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وبجانبه أربعة من مراقد الطاهرين، جده وأبيه وأمه وعمته حكيمة. أما بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام فنحن بانتظاره.